قل لهم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لست بحاجة أن تقول آه أنت يا كافر والمسألة خلافية، هذا في حق من جاحد الصلاة ولا تركها كسلا؟ تركها كسلا. لكن ازجره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قل النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. انتبه انك انت تريد هدايته، تريد نصيحته. نعم.